رجل لديه محل لبيع الأسماك، وهو الذي يشتري بنفسه الأسماك من التجار الكبار، وأحد التجار إذا جاءه هذا الرجل ليشتري منه أعطاه التاجر 100 ريال لكي يكسبه كزبون، فصاحب المحل يسأل: هل لي أن أخذ هذه 100 أم لا؟ إذا كان التخفيض، إذا كان يبي يخفض لك، لو يخفض لك النصف أو أكثر ما يخالف، أما أنه يعطيك إياه على أنه جائزة أو يعطيك كتاب أو يعطيك شيء على أنه جائزة ما هو على أنه تخفيض، هذا لا يجوز، لأن هذا يضر بالمحلات الأخرى التي لا تعطي جوائز، ينسحبون الناس إلى هذا الشخص. وأيضا ربما أنه يشتري أشياء لا حاجة له بها من أجل أن يحصل على هذه الجائزة، هذا عمل لا يجوز. أما التخفيض أنه يخفض لك، لو يسامحك بالثمن كله ما يخالف.